اتحاد الكرة كمان بيحدد 4 أندية بالقسم الثاني للاجتماع بالجبلية يوم الاثنين. طلب مسؤولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من المجموعات الثلاث بالقسم الثاني اختيار 4 فرق من كل مجموعة من أجل الاجتماع باللجنة الخماسية يوم الاثنين اللي جاي بعد بكرة إن شاء الله لمناقشة كيفية استئناف النشاط الكروي والمواعيد المناسبة لاستكمال الأسابيع الخمسة المتبقية من عمر المسابقة. بالنسبة للقسم الثاني وحددت كمان اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منتصف شهر سبتمبر المقبل موعد مبدئي لاستئناف دوري القسم الثاني أو الممتاز به زي ما بنسميه، واللجنة كمان بتعطي الأولوية لعودة الممتاز الدوري الممتاز طبعا، ثم باقي الدرجات الأدنى على أن تعود المنافسات في القسم الثاني بعد فترة مناسبة من استئناف الدوري الممتاز حتى تطمئن الجبلية على عودة النشاط واستئنافه بشكل طبيعي قبل عودة النشاط في باقي الدرجات.